أهلا فيكم من جديد. انطلقت صباح اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض فعاليات تيدكس الأطفال للعام الرابع على التوالي. حضر حفل الافتتاح اليوم قرابة 1000 شخص غالبيتهم من الأطفال وعائلاتهم. الفعالية هذه جميلة لأنها ملهمة باختصار، بس عشان تعرفون وش الدار فيها الفعالية خلونا نتابع احنا وياكم هذا تقرير وبعدها نحكي عن هالفعالية. انطلقت اليوم فعاليات حفل تيدكس كيدز 2015 في ثوبها الجديد للعام الرابع على التوالي بالعاصمة الرياض، وتأتي هذه الفعاليات بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية. يعتبر تيدكس الأطفال من الفعاليات المميزة للعائلة والصغار، حيث تسلط هذه الفعاليات الضوء على نشر الأفكار التي تستحق الانتشار من خلال إبراز مواهب وأفكار الأطفال الإبداعية من عمر 5 سنوات وحتى 15 عاماً، وذلك دعما لجيل يمثل أملا للمستقبل. والله هو بالتحديد يعني كنت بتكلم عن تجربتي الشخصية مع ابني لما شخص بالمرض، وكيف كان أثر علي الضغط النفسي بطريقة أني أنا يعني كان حيدمرني، ولكن الحمد لله ربي ألهمني أني أنا أسخر المرض هذا بطريقة إيجابية، أني أنا صرت أستخدمه لوصل رسالة للناس أنه كيف نحن ممكن نتعامل مع هذا المرض بشكل إيجابي. كنت متحدث، تحدثت بصفتي كأخ أكبر، كان موضوعي الأخ الأكبر وش دوره في المنزل وش دوره في حياته مع أخوانه، فتحدثت عن تجربتي بأني أسوي أشياء لأخواني عشان أسعدهم. الأشياء هذه زي البرامج، زي الأشياء اللي تدعمهم، مسابقات، أو أني دائما أشارك معاهم في الأشياء التطوعية، وهذا اللي كان عندي يعني. هذا كتاب فصولي في قصته وحكايته من أول ما طلع على الدنيا إلى اليوم هذا، وهذا فيه كيف إن إحنا نتعامل مع متلازمة داون وكيف إن نعاملهم، وهذا هو الكتاب اسمه طفولة من نوع آخر. الآن الشباب فكروا بالاستدامة، شبابكم في الجيل اللي ما كان موجود، فصاروا هم يربون الجيل اللي بعدهم، يعني هالجيل اللي طلع هذا ويسوي هالأشياء الجميلة جداً وراهم شباب اللي أكبر منهم عشان بكرة هم يأخذون مكانهم. فأنا الحين أنا مطمئن لهالبلد، مطمئن إن شاء الله يعني سنترقى من معراج إلى معراج ومن مكان إلى مكان ومن مقام إلى مقام. تيدكس الأطفال بالرياض هو حدث منظم باستقلالية في عالم الأفكار التي تستحق الانتشار. يأتي برنامج تيد إكس كحدث محلي يجمع الناس ويحاكي تجربة تيد العالمية. هذا الحفل نال اهتمام العائلات اليوم، فالحضور الذي قارب 1000 شخص من الأطفال وأولياء أمورهم حضروا من أجل الاستفادة من نماذج فكرية ناجحة لمواجهة التحديات والصعاب في حاضر الأطفال ومستقبلهم. والله حلوة هالفعاليات إذا صارت موجودة عندنا بهالشكل بهالترتيب بهالتنظيم صراحة. طبعا نشكر حنا مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك اللي تعتبر شريك استراتيجي في مع تيدكس في هالفعالية. كذلك طبعا نسيت أشكر الأستاذ نجيب الزامل على مشاركته معنا، هو دائما داعم لمثل هالفعاليات الجميلة. حياكم. طبعا بنتكلم عن هالفعالية، فكرتها وش كان الهدف منها من خلال استضافتي لبعض من كان وراء هذا النجاح في الاستوديو، معي الممثل الإعلامي لفعالية تيدكس الأطفال الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري، ومعنا قائدة فريق المتطوعين في فعالية تيدكس للأطفال الأستاذة أضواء الصالح. حياكم الله معنا، مبروك النجاح. طبعا الشباب صححوا لي قالوا أنه الصباح كان 1000، وصلوا ظاهر إلى 2000 عدد الحضور، وشيء حلو يكون عندنا هالفعاليات. خليني أبدأ معك عبد الرحمن، كيف شفت التفاعل وبالتحديد إحنا نتكلم عن شريحة الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، والله يبارك فيك على والحمد لله جهود الشباب كلهم، يعني يقف خلف هذا الحدث فرق كثيرة من ضمنها الفريق التقني، فريق المسرح، فريق المتحدثين، فريق المتطوعين مثلا بأختي أضواء، الفريق الإدارة
جهودهم جدا عظيمة، وكذلك فريق الحضور كلهم يقومون خلف هذا النجاح ولله الحمد. تفاعل الأطفال، تفاعل الأهالي، والدليل على ذلك أقرب شيء نقدر نقوله هو فتح باب التسجيل. يعني أنت تتخيل لما نضع رابط تسجيل خلال 10 دقائق تباع التذاكر، ليست تباع عفوا لكن يتم الانتهاء من تسجيل تنفذ الكمية. كانت التذاكر طبعا كانت مجانية، فكان تنفذ الكمية بسرعة. اليوم تفاعل الأطفال جميل، حتى في فعاليات المسرح اللي قدمها فريق المسرح كان جدا جميل، متعاونين ومتفاعلين مع هذا الحدث، والكثير ينتظره دائما جميل. حتى الحساب الخاص بالفعالية الكل ينتظر هذه الفعالية. جميل. طب أضواء خليني أسألك عن يعني إيش أبرز ما شدك في هالفعالية اليوم من خلال مشاركات الأطفال وعرضهم لتجاربهم وحتى الجانب التنظيمي؟ بالنسبة للجانب التنظيمي للفعالية، احنا الفريق المتطوعين يتكون من أطفال وكبار، فالهدف من الفعالية كان فعالية من الأطفال وللأطفال. فلو لاحظت في الريبورتاج اللي عرضته تو أنه كان في أطفال مساعدين في التنظيم، مساعدين في التسجيل، مساعدين داخل المسرح، يحافظون على الهدوء والتنظيم، توزيع الهدايا. فشارك الطفل عندنا في جميع المهمات اللي شارك فيها نفس الشيء المطوع الكبير في السن. فإحنا في تيدكس كيدز نعامل الطفل كأنه شخص كبير عنده قدرات نفس ما عند الشخص المتطوع الكبير. فمتطوعين كانوا أعمارهم تتراوح بين 10 إلى 20 سنة. هو الفكرة أنه يجون الصغار ويعرضون تجاربهم وقصص نجاحهم، صح ولا لا؟ صحيح. وش أبرز القصص اللي لاحظت فعلا تفاعل كبير من الحضور معها؟ إحنا عرضنا يمكن في الروبرتاج اللي عرضناه الأب اللي كان داعم لابنه الظاهر في مواجهة السرطان، وتوقع فيه قصص كثيرة كانت للأطفال موجودة. صحيح. وش أبرزها؟ بالنسبة للمتحدثين، يعني تقصد عن المتحدثين اليوم؟ كان في متحدثين أنا أذكر أنه عن داون سندروم، صحيح عبد الرحمن؟ نعم. وكان في أب تكلم عن اللوكيميا، وكان في أخ كبير مثل دور الأخ وكيف أهمية هذا الشيء. فأتوقع هذه كانت من أبرز الفعاليات الموجودة. طيب كان يخص التفاعل يمكن مع قضية أب الطفل اللي مصاب بسرطان. أنا زوجتي حضرت الفعالية صراحة ومبسوطة كثير من الترتيب والتنظيم، وذكرت لي بعد هذه القصة قصة هذا الرجل. ترى كثير نزد معه، ما نزد معه لا. وش قصته هو؟ وطبعا كيف واجه المرضى سرطان الدم، يعني تعرف سرطان الدم يعني معروف طبيا ان يعني اللي يحمل هذا المرض قد لا يمتد طول العمر، وكيف يتعالج معه وكذا. فكان هنا نقل تجربته ان انا كيف تقبلت هذا الامر وكيف حسست بي ان انت ما فيك اي اختلاف عن قصته جدا. وقلت لك كانت باكيه مؤثرة. يعني كثير من الناس، انا واحد من ضمن الحضور جاني قال يا اخوي كان قلت له نجيب كينكس معنا عشان كان صحيح. طيب انت اخترت الفعاليه السنه هذه عنوان او هويه عوالمنا، يعني وش قصدكم؟ عوالمنا هي ناتجه من كل طفل له عالمه الخاص اللي يعيش فيه. العالم الخاص نقصد فيه المواهب والافكار والتجارب اللي عاشها. المتحدثين لو تكلمنا عنهم في احد المتحدثين شروق محلشي كانت جايه من الطائف، حتى تجربتها في كيفيه استخدامها لمهاره الحسابات الرياضيه وعدها للرقام وسوت تجارب حتى المسرح تفعل فيها الجمهور تحسب لك الرقم في اقل من اجزاء من الثانيه، ما شاء الله وصلت المركز الثالث عالميا. المتحدث الثاني مثل ما ذكر عبد الله الدكان اللي كان يتكلم عن مسؤوليه الاخ الكبير، عمره 11 سنه مسؤوليه الاخ الكبير واخواني كلهم اصغر مني، فكيف كان ابوي او اهلي يعاونون علي المهمه. فكان يرسل للي معاه ترى مهما كان مو شرط انك تصل الى عمر معين تكون الاخ الكبير، لا في هذا العمر وانا قاعد اشيل مسؤوليه وقاعد اتحمل وكذا. جميل. طبعا استاذنك بس فاصل قصير وبعدها حنكمل الحماس مع تيدكس. فاصل قصير ولا عوده. طفلك يستيقظ ضاحكا بعد ليلة نوم جافة. حفاضات بامبرز هي الأكثر جفافا، فيها حبيبات الامتصاص التي تمتص حتى 30 ضعفا من وزنها وتحبس البلل بشكل أفضل من الحفاضات العادية. الحفاضات الأكثر جفافا بحبيبات الامتصاص من بامبرز، حب ونوم ولعب.
نتابع حديثنا عن فعالية تيدكس الأطفال اللي أقيمت اليوم في الرياض، وكان تفاعل كبير وحضور يعني أكثر من 2000 طفل وكذلك وعوائلهم حضروا لها الفعالية في الرياض. معنا يواصل الحديث الممثل الإعلامي لفعالية تيدكس الأطفال أستاذ عبد الرحمن الأنصاري، وكذلك معنا قائدة فريق المتطوعين في فعالية تيدكس الأطفال أستاذة أضواء الصالة. أضواء، خليني أسألك عن المتطوعين، عددهم اللي كانوا معاكم بالفريق، وكيف شفتي تفاعلهم؟ بالنسبة لعدد المتطوعين، احنا والله الحمد لله لقينا اقبال كبير في رغبة التطوع في تيدكس كيدز. جانا تقريبا حوالي 1000 متقدم للتطوع، وقبلنا منهم بعد مقابلات 100 متطوع متطوعة صغار واطفال وكبار. احنا عندنا برنامج تأهيلي وتدريبي للمتطوعين، نسوي لهم ورشات عمل في تيدكس كيدز، نسوي لهم نشغل احنا تقريبا من قبل شهر او شهرين، نبدأ نعمل لهم ورشات عمل. بعد ورشات العمل تجي البروفا، فاحنا نسوي بروفا للحدث مع المتطوعين، تجهيز الهدايا. بروفا طبعا الورش العمل تحتوي على كيف التعامل مع الحضور يوم الفعاليه، بالنسبه لطريقه التسجيل، بالنسبه للتنظيم داخل المسرح. فاحنا نجهز متطوعينا لكل شيء قبل يوم الحدث. المتطوعين تراوح اعمارهم بين 10 ل 20 سنه. وش يسوونهم بالتنظيم شغلتهم؟ المتطوعين مسؤولين تنظيم بالنسبه للتسجيل، الدخول، تنظيم داخل الفعاليه، داخل المسرح، المحافظه على الهدوء وما الى ذلك. طيب عبد الرحمن، خليني اسالك عن يعني ابرز الفروقات والاضافات اللي صارت في فعاليه تيدكس الرابعه عن اللي قبلها. والله التغيرات اولا تكون في الفريق كله. يعني دائما عندنا بعد انتهاء الحدث نعمل جلسة ختامية لأعضاء الفريق الموجودين المنظمين، بحيث استخلاص إيش الأشياء أو إيش الأخطاء اللي صارت في السنوات الماضية. كان من ضمنها مثلا لو تكلمنا عن التنظيم، من سنة إلى سنة الحمد لله يتحسن. لو تكلمنا عن جانب العروض المسرحية تختلف من سنة إلى أخرى. لو جينا الجانب الإعلامي، الجانب الإعلامي كل سنة يزداد. يعني السنة هذه ما شاء الله كان حضور جدا جميل للإعلام. بالإضافة إلى إقبال من رغبتهم لدى المشاركة، كثير من الناس يعني يبغون المشاركة، حتى لدرجة بعضهم يعني يقول لك أي شيء أبغى، لو تحطني أي شيء بس أبغى أشارك في هذا الحدث المهم. فهذه التغيرات اللي نشوفها بين فترة وفترة دليل على نجاح، وهذا تدل على أنه عندنا قصص كثيرة للنجاح موجودة عند كثير من أطفال ملهمة. صحيح، وكذلك يعني يعني لو في تحديدا الأطفال تعزيز بس مفهوم أن الطفل لدي يقدر أصنع شيء جميل، ليس جميل فقط الكبير. والله أنا أشكركم صراحة على هالفعالية الجميلة وعلى التنظيم الأكثر من رائع اللي كان موجود في هالفعالية، والإقبال والمحتوى بعد يعني خلال اللي شاركوا وقدموا تجاربهم. شكرا لكم. أشكرك الأخ عبد الرحمن الأنصاري ممثل الإعلامي لفعالية تيدكس الأطفال، والشكر كذلك للأستاذة أضواء الصالح قائدة فريق المتطوعين في فعالية تيدكس، اللي نقدر نقوله حنا يعني يا ليت نشوف فعاليات بمثل جمال هالفعالية، ويا ليت انه فعلا نكثف الفعاليات الموجهه للاطفال وتكون ملهمه للاطفال. اطفالنا يحتاجون ان نسمع منهم ويحكون قصصهم ونجاحهم حتى تكون محفزه وملهمه لهم. فاصل قصير وبعد الفاصل لنا عوده.